اليوم سنعيش اللحظة، نعيش لحظة الصليب. من منا لا يعرف الصليب؟ فشل، سوء فهم، تجربة، خطيئة، استهزاء، افتراء، ظلم، ندم، خوف، تعب، مرض، كلمة جارحة، وموت. من منا لم يصادف الصليب؟ من منا لا يكره الصليب؟ من منا لا يمقت الصليب؟ الألم. الصليب ليس وحيداً فعليه مصلوب وأي مصلوب. الصليب ليس عارياً يكسوه مصلوب وأي مصلوب. لا قيمة للصليب بدون مصلوب، لا أهمية للصليب بدون مصلوب، لا رفعة للصليب بدون مصلوب، ولا نعمة للصليب بدون المصلوب، لا محبة للصليب بدون المصلوب، ولا قيامة بدون صليب ومصلوب. الصليب عار، والصليب مع المصلوب مجد. الصليب نقمة، والصليب من المصلوب نعمة. الصليب جريمة، والصليب من المصلوب فضيلة. الصليب معيار، والصليب من المصلوب فخر واعتزاز. الصليب شك وكفر، الصليب من المصلوب إيمان ورجاء. المسيح الذي مد ذراعيه لتسمر على الخشبة ما يزال يمدهما ليحتضن الخروف الضال والابن الشاطر. أبي ثلاثين.
الذي أمسك
Yeah.
Thank you.
Oh,
اليوم علق
Amen.
Troubles come and I have a
فلنفرح ولنتهلل بيه.